Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بإمكانكم متابعتي على صفحاتي على الفيسبوك التي أيضا تبث هذه الفيديوهات بالإضافة إلى القناة على اليوتيوب. معكم أنا دع ديبو. Let's begin. Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بإمكانكم متابعتي على صفحاتي على الفيسبوك التي أيضا تبث هذه الفيديوهات بالإضافة إلى القناة على اليوتيوب. معكم أنا دع ديبو. Let's begin. Unit 4 My House Exercise 1 Listen and Number. هون أنا عندي بالوحدة 4 عندي بيتي، بدي استمع بالتمرين واحد، بدي استمع وبدي احط رقم. يعني مثلا قال سيتينج روم، قال كيتشن، قال بيدروم، قال جاردن، ما بعرف، انا ماني سامعته للملف الصوتي اللي بدها تكون الانسه جايبته معها على الصف. هذا نشاط صفي، صوتي صفي، يعني ما له علاقه بالبيت ابدا. الانسه بدها تجيب معها مقطع صوت وتسمعه للطلاب. اكسرسايز 2 ليسن اند تيك، كمان هون بدي استمع وبدي احط اشاره صح. طبعا هون كمان نشاط صوتي صفي، بيعتمد على الأنسة وعلى الطلاب بالصف، أبدا ما بيروح على البيت، ما له علاقة بالبيت، بيسمعوا الصوت وبيحطوا التيك حسب. Exercise 3 Look and describe the house. هون انظر وصف البيت. عند النقطة الأولى There are two floors، عندي طابقين two floors. النقطة الثانية There is a window in the living room، هناك نافذة في غرفة الجلوس. النقطة الثالثة There isn't a garden، لا يوجد هناك حديقة. انتبهتوا شو استخدمت؟ استخدمت there is there are. There is there isn't، ممكن استخدم there aren't حسب، يوجد هناك لا يوجد هناك، للمفرد وللجمع. okay. Exercise 4 ask and answer، كمان هون انا بدي اقوم بالمحادثة بين سؤال وجواب. Where do you live? I live in a big house. Is there a garden? Yes there is. كمان سهلين وما بدهم شيء. Exercise 5 read and match، هون بدي اقوم بالقراءة ومن ثم الوصل. عندي dishes اللي هي صحون، refrigerator يلي هي ثلاجة، طبعا احنا من هون اخذنا واختصرنا فريج براد، سوفا صوفاية، سينك يلي هي مغسلة، سوب صابون، وبيد يعني فراش. صارت سهلة هيك. Exercise 6 before you read answer these questions، كمان قبل ما تقرا النص بدنا نجي نجاوب على هاي الأسئلة. A what would your dream house be like؟ شو هو البيت اللي أنت بتحلم فيه؟ كيف بتحب يكون؟ B how many rooms are there؟ كم عدد الغرف هناك؟ هلا exercise 7 read the text and do the tasks below. تمرين 7 اقرأ النص ومن ثم قم بالمهام في الأسفل. عم بيقول my dream house is very big. It has many rooms. There is a huge living room with sofa and a big TV screen on the wall for my family and to enjoy watching film. My bedroom is blue with a library to put my books in. There is a brand new computer, a sound system and a telescope because I love to watch the stars. My bed is special. It's under the roof window. I can see the stars at night. رعيد مع الترجمة. My dream house، منزلي اللي بحلم فيه يعني is very big، كتير كبير. It has many rooms، في كتير غرف، أو هناك العديد من الغرف، أو لديه العديد من الغرف. There is a huge living room، في غرفة قاعدة ضخمة أو كبيرة، والصوفة مع الصوفاز مع الكنبايات يعني، and a big TV screen، وشاشة تلفاز كبيرة on the wall على الحائط، for my family، لعائلتي، and to enjoy watching film، ولأشاهد الأفلام عليه. My bedroom is blue، غرفة النوم زرقاء، with a library to put my books in، وفيها مكتبة لأضع كتبي فيها. There is a brand new computer، وأيضا هناك كمبيوتر جديد. A sound system، نظام صوتي. And a telescope، ومنظار، because I love to watch the stars، ولأني أحب، طبعا بتمنى يكون عندي منظار لأني بحب مشاهدة النجوم. My bed is special، فراشي خاص. It's under the roof window، وهو أسفل نافذة السقف. I can see the stars at night، أستطيع أن أرى النجوم في الليل. هلا المهمة A، choose A B or C. هون بدنا نختار يا أما الجواب A أو B أو C حسب.
when Linda dreams of having a house with, طبعا ليندا عم تحلم يكون عندها بيت ب A 3 rooms 3 غرف، B small rooms غرف صغيرة، C lots of rooms الكثير من الغرف. 2 she wants to spend time with her family، هي تريد أن تقضي وقتا مع عائلتها. A doing sport تلعب رياضة، B watching TV تشاهد التلفاز، C playing computer games تلعب ألعاب الحاسوب. رجعوا على النص. 3 the computer sound system and the telescope are in، طبعا الحاسوب والنظام الصوتي والمنظار هن وين؟ A the bedroom بغرفة النوم، B the living room غرفة الجلوس، أما C the kitchen المطبخ. هلا المهم بي circle the odd one out، هون أنا بدي أطلع كلمة غريبة أوكي، يا أما بحط عليها إشارة خطأ أو دائرة اللي بتكون إياها. عندي one new جديد، huge كبير، book كتاب، special خاص. عندي two house بيت، bedroom غرفة النوم، living room غرفة الجلوس، sound system نظام الصوتي. three library مكتبة، computer حاسوب، TV screen شاشة التلفاز، telescope المنظار. أما زاوية let's learn دعونا نتعلم، خلينا نشوف. عم بيقول النقطة الأولى there is a bathroom upstairs، هناك حمام في أعلى الدرج. انتبهوا هون في عندي فعل الكون is، إذا عندي مفرد بستخدم is، وإذا عندي جمع بستخدم are. there بتجي مع المفرد وبتجي مع الجمع، يعني بنقول there is و there are، هي بالمختصر. هلا النقطة الثانية there isn't a garden، إذا كمان بدي انفي فبضيف not لا is، قول لا يوجد هناك حديقة. النقطة الثالثة بدي استخدم سؤال مع is، is there a garage in your house، إنه في جراج ببيتك، هل هناك جراج في بيتك. هلا ار كمان ار مستخدمه مع الاثبات والنفي وتشكيل السؤال، كمان مثل از، كمان مع اثنيناتهم مع ذير. طيب خلينا نشوف النقطه الرابعه ذير ار 3 بيدرومز ان ماي هاوس، هناك 3 غرف نوم في بيتي. النقطه ما قبل الاخيره ذير ارنت تريز ان ذا ستريت، لا يوجد هناك، لا يوجد هناك اشجار في الشارع. هون انا لما ضفت نفي ضفته لار، طبعا انا استخدمت ار هون لانه عندي تريز 3 بيدرومز جمع. هلا بالسؤال ار ذير صوفاز ان ذا ليفينج روم، هل هناك كنبايات في غرفه الجلوس، كمان جمع مشان هيك استخدمت ار، ولما حطيتها واستخدمتها بالسؤال حطيتها اول شيء مثل از كمان اول شيء. exercise 8 look at the picture and fill in with the suitable words، كمان انا هون بدي اطلع على الصوره وبدي ملي بالكلمات المناسبه. عندي is، عندي are، وعندي isn't. is يكون، are يكون، و isn't لا يكون. رح ارجع اذكر is مع المفرد، are مع الجمع. طيب عندي a there is a living room، هناك غرفه جلوس. b there فراغ two bedrooms، طلعوا لي في عندي غرفتين نوم، شو بدي استخدم؟ وعندي جمع two bedrooms two two يعني جمع. سي فراغ there a kitchen، هون عندي سؤال او عندي كيتشن واحد مفرد. عندي دي فراغ there trees، وهل هناك اشجار، عندي جمع وعندي سؤال. اي عندي there فراغ a garden، يوجد حديقة ام لا يوجد حديقة، شو رأيكم؟ exercise 9 reorder، كمان هون بدي اقوم بإعادة ترتيب الجملة، إذا جملة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة، وإذا عندي سؤال تبدأ بحرف كبير وتنتهي بإشارة الاستفهام. شوفوا إيه جملة، عندي فاعل فعل وتتمة، فاعل فعل وتتمة، مين الفاعل بحطه أول شيء، بعدين الفعل، بعدين التتمة. بي هون أنا عندي سؤال، يعني الفعل المساعد لتشكيل السؤال بعدين تتمة السؤال، رح أقول لكم بس هيك يعني. وإذا عندي زير بالسؤال معناتها الفعل المساعد بعدين ذير بعدين تتمت السؤال، صار سهل كثير هيك. exercise 10 describe your dream house، وصف منزلك الحلم اللي بتحلم فيه، يعني اللي بتحلم فيه. my dream house is it has، اي حطوا اللي بدكم اياه. طيب هلا في عندي exercise 11 pronunciation silent letters، عندي ال H وعندي ال E. انتبهوا هون في عندي لفظ الكلمات مع أحرف صامتة، مثلا عندي ساعة أور، عندي اللون الأبيض وايت، عندي فاجيتابل خضروات. شوفوا الأحرف اللي هي في عندي اتش هي الهاء يعني، والإي عم بكتبهم ما عم بلفظهم. عندي بريدج أوكي. Welcome to the activity book unit 4 my house exercise 1 match، كمان أنا عندي هون وصل، عندي A لام لمبة يعني،
وين اللمبة؟ طيب عندي بي فون هاتف، يعني عندي سي صوفا، صوفاي معروفة أو كنباية، عندي دي ووردروب خزانة، عندي اي سينك يعني مغسلة، ارم تشير يعني كرسي بذراعين، عندي جي اوفن يلي هو الفرن. صارت سهلة هيك عليكم، بس حطوا بالدائرة، حطوا يا اما حطوا اي او بي او سي اللي بدكم، يا الحرف اللي بدكم اياه، او وصلوا وصل مثل ما طالب منكم بالتمرين. عندي الاكسرسايز 2 لوك اند سي واتس رونج، هون بدي اطلع وبدي اقول شو هو الخطأ. مثلا بالصورة الأولى there is a sofa in the bathroom، there is a sofa in the bathroom، شو الخطأ؟ طيب لوحة الثانية الثالثة الرابعة كمان طلعوا على أشكال وأنتوا قرروا. exercise 3 look and describe، هون كمان بدي اطلع وبدي يقوم بالوصف، بدي اوصف الاشياء اللي انا عم شوفها، صفوها بالطريقه اللي انتم بدكم اياها، استخدموا الجمل اللي استخدمناها بدرس القراءه للدرس الرابع، يعني نفسه نفسهم استخدموه نفسهم، يا اما يوجد هناك او لا يوجد هناك، او للمفرد وللجمع وحسب يعني. اكزامبل هون شوفوا، عاطينك مثال عم بيقول there is a sofa in the living room، هناك صوفاي او كنبايه في غرفه الجلوس. there isn't a TV، لا يوجد هناك تلفاز. يعني هيك مثل هذا المثال، وهيك وانتم ماشيين بالنسبة للأشكال الثانية. exercise 4 listen and choose، كمان هون هاد نشاط صوتي صفي، الأنسة بتجيب صوت معه على موبايل أو أي أداة صوتية وبتسمع الطالب وهو بيختار شو بيسمع، بيحط أو بيختار، بيحط دائرة، بيحط إشارة صح أو أي شيء، المهم إنه هو جاوب يعني، فلازم تتبعوا ارشادات المدرس. exercise 5 match، كمان عندي وصل. when I sleep in، انا انام في. 2 mom cooks in، امي تطبخ في. 3 the flowers are in، الازهار في. 4 the car is in، السيارة في. 5 I take a shower in، انا استحم او اخذ حماما in. هلا نشوف A B C. عندي A the kitchen المطبخ، B the garden، the garden، B the garden الحديقة، C the bathroom الحمام، D the garage يلي هو الكراج بنقول له نحن، كراج موقف السيارات، E the bedroom اللي هي غرفة النوم. اوكي هلا عندي exercise 6 write، هون بدنا نكتب. شوف الاكزامبل اللي عاطينك اياه، Are there big windows in your house؟ انت تحكي عن حالك، هل يوجد نوافذ كبيرة في بيتك؟ ايه يوجد او لا لا يوجد، حسب يعني، اما yes there are نعم يوجد، او no there aren't كلا لا يوجد. هل السؤال 1 عم بيقول is there a garden، هل هناك حديقة؟ كمان نفس الشيء، يا اما يوجد او لا يوجد، يعني نعم يوجد او لا لا يوجد. 2 are there two beds in your room، هل يوجد هناك فراشين او سريرين في غرفتك؟ 3 is there a tub in the bathroom، هل يوجد هناك حوض في غرفة في الحمام؟ حط السؤال الرابع اللي بدكم اياه. اوكي exercise 7 read and do the task below، كمان هون بدي اقرأ النص وبدي اقوم بالمهام الموجودة بالاسفل. This is my bedroom، it's my favorite room، there is a bed and a wardrobe، my computer is on the desk، I use it to surf the net and do my homework، I search for information about school projects، I like to draw، I learned how to draw using some programs on the computer، there are pictures on the wall، one is for my family and the other is for my house، I used my computer to draw them. إذا كنتوا لقيتوا إنه عندي سرعة بالقراءة فيكم تعيدوا الفيديو شوي، أو إنه تعملوا تبطيء للقراءة. راح أعيد مع الترجمة. This is my bedroom، هذه غرفة النوم. It's my favorite room، هي غرفتي المفضلة. There is a bed and a window، a wardrobe sorry، هناك فراش وخزانة. My computer is on the desk، حاسوبي على المنضدة. I use it to surf the net، وأنا استخدمه لتصفح الإنترنت and do my homework وأعمل وظائفي. I search for information about school projects، أنا بعمل بحث عن معلومات للمشاريع المدرسية. I like to draw، أحب الرسم. I learned how to draw using some programs، تعلمت أن أرسم، كيف أرسم باستخدام
استخدام برامج، بعض البرامج on the computer على الحاسوب. There are pictures on the wall. هناك بعض اللوحات على الجدار. One is for my family. وحدة لعائلتي. And the other is for my house. والأخرى لبيتي. I used my computer to draw them. أنا استخدمت حاسوبي لرسمها. Okay. هلا المهمة ايه؟ مثل ما نكون شايفين تيك اور كروس، بدي احط اشارة صح عند الجواب الصح وخطأ عند الخطأ. When her favorite room is a living room، غرفتها المفضلة هي غرفة الجلوس، شو رأيكم؟ To she use the computer to surf the internet only، هي تستخدم الحاسوب فقط لتصفح الانترنت. 3 the computer is in the wardrobe، الحاسوب في الخزانة، صح أم لا؟ four there are four pictures on the wall، هناك أربع صور على الحائط، شو رأيكم صح أم لا؟ هلا exercise 8 fill in the spaces with these words، كمان بدنا نعبي الفراغات بهي الكلمات اللي هي is يكون are يكون is للمفرد are للجمع. بتحلون بتقرأون نفس الكلمات نفس الهي مرقوا بنفس الدرس من قبل بالقراءة أو بالنشاط. Exercise 9 complete. هون في عندي التمرين 9 بدي كمل عن my favorite room، غرفتي أنا. نفس اللي موجود بالنص بحكي بس عن غرفتي أنا، كيف أنا حابتها، كيف هي موجودة فعلا على الحقيقة. يعني في عالم مش ما عندها غرفة بس إنه أوكي كيف بتحب تكون غرفتها. المهم قريبة للمعلومات اللي موجودة بالتمرين 7. أوكي okay.